يا مساء الخير وسعادة على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. النهاردة جمعنا لكم كل الأخبار اللي انتوا اهتميتوا بيها على مدار الأسبوع، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. مفاجأة تامر حسني في العالمين، البلوجر الإنجليزي بام بلاك في الأهلي، تجديد عمرو دياب، ويلا بينا نعرف كل التفاصيل. مهرجان العالمين لسه متصدر الترند معانا من الأسبوع اللي فات، ولكن الأسبوع ده كان متصدر الترند بسبب حفلة الفنان تامر حسني واللي حضرها البلوجر الألماني الشهير نوال. الاختلاف في حضور نوال للحفلة دي إنه ما كانش جاي لوحده ولكنه كان معاه عيلته، قدم فقرة كمان مع تامر حسني واللي قدرت إنها تتصدر الترند. يمكن كمان كان من أكتر اللقطات في الحفلة اللي اتصدرت الترند كان دخول تامر حسني للحفلة وهو طاير في السماء، ودي طبعاً اللقطة اللي أول مرة يعملها مطرب مصري أو عربي. الجمهور طبعاً اتفاجئ بدخول تامر حسني للحفلة بالشكل ده وهو متحوط بالألعاب النارية. تامر حسني وصف الحفلة بأنها أهم حفلة في مسيرته الفنية من وقت ما بدأ الغناء، وتوجه بالشكر لكل القائمين على مهرجان العالمين. أما تاني ترند معانا النهاردة فبيأكد على أن مصر بقت واحدة من أهم المقاصد السياحية لكل مشاهير العالم، لأنه الأسبوع ده برضو البلوجر البريطاني الشهير بام بلاك جه القاهرة وحرص على زيارة النادي الأهلي والاحتفال معاه بالتتويج بالدوري 43 في تاريخه. وشفنا بام بلاك وهو لابس تيشيرت النادي الأهلي وقت الاحتفال وبيتصور مع اللاعبين والجمهور والجهاز الفني للأهلي. أما بقى عن أكتر اللقطات اللي تصدرت الترند كانت قيام بام بلاك بأنه يغني أغنية جمهور الأهلي الشهيرة، وخصوصاً المقطع اللي بيقول فريق كبير فريق عظيم أديله عمري وبرضه قليل. وكتب بام بلاك على صفحته بعد الزيارة أبطال أفريقيا أبطال مصر لكل جمهور الأهلي، شكراً جزيلاً لكم على هذه التجربة التي لن أنساها أبداً. وبام بلاك يعتبر من أشهر البلوجرز الرياضيين في العالم، وعمل لقاءات مع عدد كبير جدا من نجوم العالم زي رونالدو ونيمار وغيرهم كتير. أما آخر ترند معانا النهاردة فهو خاص بالفنان الكبير عمرو دياب، واللي فاجئ جمهوره الأسبوع ده بطرح أغنية جديدة بعنوان والله أبدا، واللي بيغني فيها عمرو دياب مقطع باللغة العربية الفصحى، والمقطع ده من كلمات الشاعر الأندلسي ابن زيدون. أما باقي كلمات الأغنية وألحانها فكانوا لعزيز الشافعي، وانتشر المقطع اللي غناه عمرو في الأغنية باللغة العربية بسرعة كبيرة جدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وبقى فيه منه ملايين الفيديوز. وطبعا كل جمهور عمرو دياب مستنيين حفلته اللي هتكون يوم 11 أغسطس اللي جاي في الساحل الشمالي، واللي هيغني فيها طبعا عدد كبير جدا من أغانيه الجديدة. والله ما طلبت أهواؤنا بدلا منكم وما انصرفت عنكم أمانينا، أضحت نائي بديلا من تدانينا ونابع عن طيب لقيانا تجافينا. طلبت أهواؤنا بدلا منكم وما انصرفت عنكم أمانينا، والله أبدا والله أبدا. وبكده نكون خلصنا فقرة ترانز أوف ذا ويك.